وجود الاتفاقية الأمنية لن يوقف شلالات الدم العراقي التي ما زالت تتدفق. كل ما اختلف أنه كان هنالك الصيغة التي يوجد بها قوات الاحتلال الأمريكي على أرض العراق، جرائمهم كان جرائم الاحتلال. بمجرد أن أمضت الحكومة العراقية مع قوات الاحتلال الأمريكي والإدارة الأمريكية الاتفاقية الأمنية، شطبت وألغت كل جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب العراقي، وصادرت حق العراقيين وألغت حق العراقيين بالمطالب بتعويضات جراء كل عمليات القتل والخراب والدمار الذي مارست قوات الاحتلال بحق العراقيين. فكانت الاتفاقية الأمنية تشطب كل هذه الجرائم، تعفي قوات الاحتلال من الكوارث، من الجرائم، من الانتهاكات، من القتل المدمر الذي مارسته على المواطنين العراقيين. هذه الاتفاقية الأمنية، يعني مجرد كان جرائم غير مشرعنة، الآن بعد الاتفاقية الأمنية أصبحت جرائم مشرعنة بموافقة الحكومة العراقية، بموافقة البرلمان العراقي. هذا ما حدث. وعلى الرغم من تصريحات القادة الأمنيين بأنه لا يحق للجانب الأمريكي التجول في بغداد إلا بموافقة ومرافقة من قطاعات عراقية